قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفتخرها لي ولكم إلى يوم المصير، يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيا مجمع الذكر فيك الإخاء وفيك المحبة والملتقى، وفيك تجمع فخر الرجال، فصرت بحق لهم منتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يوم أن أجبتم دعوة أخيكم في الله، والسلام عليكم يوم أن اجتمعتم على ذكر الله وتقوى الله، والسلام عليكم يوم أن اجتمعتم في فرح من أفراح المؤمنين. باسمي وباسمكم جميعا نحيي محاضرنا الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل له المثوبة والأجر، لأنه تجشم الصعاب في سبيل تلبية طلبنا. فنسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، جمعنا بشيخنا، أن يجمعنا في فردوس جنته ومستقر رحمته. أيها الإخوة الكرام، فرح بذكر الله يحيى مسخره ومنفعه وطاعه، وفرح بغير ذكر الله مقبره المهزلة. فرح بلهو ومزمار ولعب ورقص وغناء مشأمة ومعصية. وفرحنا لهذه الليلة سيكون بإذن الله فرح من نوع آخر، فرح بذكر الله يوم ترقص القلوب طربا بذكر الله تعالى. هذا هو فرحنا هذه الليلة، لا يسعني فيه إلا أن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للزوج وزوجه، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. خير بداية لكل بداية أيها الإخوة، آيات من الذكر الحكيم يوصلها علينا الطالب محبوب حسين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعصونكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار،
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها الجمع الكريم، سنة طيبة وبادرة طيبة أن استضاف طلبة العلم والعلماء والمحاضرون في أفراح المؤمنين ليكون الفرح فرحا حقا، فرح للفرح نفسه وفرح وطرب لذكر الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا هذه الليلة سيكون مع شيخ معروف محاضر داعية، وهو الشيخ عارض بن عبد الله الفريد. وبناء على إلحاح بعض الإخوان على أن يعرف الشيخ لأن البعض لا يعرفه، فسنعرفكم بنبذة عن حياته بسيطة. ولد الشيخ عام 79,300 للهجرة، ولد بقرية آل سليمان ببلاد بلطرم، تلقى تعليمه الابتدائي بقرية آل سليمان. أما تعليمه بالمرحلة المتوسطة فقد تلقاه بمعهد الرياض العلمي. تلقى تعليمه بالمرحلة الثانوية بمعهد أبها العلمي، ثم التحق بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صار أبها. تخرج منها بالشهادة الجامعية وعين بها محاضرة، ثم حصل على شهادة الماجستير، وكان عنوان أطروحته العلمية في رواية المبتدئ في علم الحديث. والشيخ محدث شاعر أديب كما تعلمون، بدأ زهرة شبابه في الدعوة إلى الله والتفصيل العلمي والتغلغل من الكتاب والسنة، ويكفيه ذلك مبلغا. يكفيه مبلغا أنه تجمل على كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ومنافذ الشيخ أكثر من أن تنكر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يسدده، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع شيخنا فليتفضل، جزاه الله عنا خيرا. إن كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أقام علم الجهاد ونشر العدل في البلاد، وهداة الله العباد، فتح الله به أفكار إنسانية وأنار به أفئدة البشرية وزلزل به كيان البشرية، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما زاحت الأزهار وما تبعدت الأنهار وما هبلت الأمطار وما طاحت الورق على الأشجار وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهنيئا لكم بمجلس الذكر. روحكم من اجتمع غنى وقبل ورقص، وأنتم اجتمعتم تسبحون وتذكرون الله كثيرا. الملائكة تحبكم والسكينة تتنزل عليكم، والله يجاهدكم في عليائه. فهنيئا لكم. أسأل الله
أن يصيبني أنا والناقل من هذا المكان وهو يقول لملائكته انظروا لعبادي اجتمعوا على ذكري أشهدكم أني غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم. ثم أشكروا لصاحب الدعوة وأسأل الله أن يجعل زواجه المباركة هنيئا مريئا وأن يبني زواجه على خير وهدى وأن يرزقه ذرية صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا ذرية تعرف المسجد وتعرف المصحف وتعرف ذكر الله ذرية تأكل الحلال وتتجنب الحرام ذرية تجاهر في سبيل الله لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أن من جزع معه الطريق أن يثبته إلى النهاية فمن كان يجب على الخير وعلى ذكر الله وعلى تقوى الله كان مستقبله إلى الخير حتى يلقى الله. الله يقول أفمن أثبت بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أن من أثبت بنيانه على تفاجر في النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين. أفمن أثبت زواجه على تقوى وذكر ودعوات وعلى حب وإرخاء خير أن من أثبت زواجه على كبر ورياء وبطر والله أعلم بالقلوب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما ما ذكره الشيخ عبد ابن عبد الخالق الفني من تبدو من فعل أبرأ إلى الله وأعرف نفسه وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا وخطايانا وأن يسترنا ولا يطرحنا على رؤوس الأشهاد وأسأله أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا فإنا والله نصبح مذنبين ونبكي مذنبين. حناني يا رب إليك نشكو خطايانا وتقصيرنا ولما قسى قلبي وغاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك كلما تعاونني ذنبي فلما قرنت لعفوك ربي صار عفوك أعظم. لما جلسنا تحت هذه الخيمة في صلاة المغرب تذكرت قيام الجنة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يقول الجنة في أهل الجنة الخيمة الواحدة طولها 60 ذراعا في السماء 60 ميلا في السماء 60 ميلا طول الخيمة والميل أكثر من كيلو متر فما بالكم بخيام الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام الخيمة الواحدة هل تتطورون ليست من شعر ولا من ذهب ولا من خشب ولا من بناء ولا من جبس ولا من حديد الخيمة من لؤلؤة مجوفة نسأل الله من فضله. في طرف كل خيمة أهلون وأولاد من واحد من أهل الجنة لا يرى طرفها من طرفها لا يراها أحد أعدها الله لمن أحسن الكلام وأطعم الطعام وأسكى السلام ويغفر الأرحام وصلى بالليل والناس النيام. أطول أهل الجنة ملكا من يملك 10 أمثال ملك أهل الدنيا أطول الملك الذي يدخل في آخر الناس يدخل الجنة أطول الملك وأقل الملك. يقول الله عز وجل سلمني عبدي هذا الحديث مثله وأنا أقص الحديث لكم مما أعود لموضوع المحاضرة. يقول عليه الصلاة والسلام آخر أهل الجنة دخولا الجنة والحديث عند مثله آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل من فيه الله من النار بعد أن يدخل النار. وفيه دليل على أن بعض الناس لو صلى وصار وحج وعمر قد يدخل بذنوب النار نعوذ بالله من النار. وسمعت يا رب أجسادنا لا تقوى على النار أجسادنا ضعيفة عظامنا هزيلة لا نستطيع فرحناك يا رب. لكن بعض الناس قد تأتي ذنوبهم من الجبال فلا تملك الشفاعة فيتجهدها على وجهه في النار وهو من عرفاء الموحدين الموحدين الذين لا يخلدون في النار. يخرج الله هذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة وبعد أن يدخل لا يدخل بعده أحد تغلق أبواب الجنة الثمانية فيخرجه الله من النار قبل أن يخرج يقول يا ربي يا ربي يا ربي أخرجني من النار فسبني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني حماؤها ونارها فيخرجه الله. قال له قبل أن يخرج يا ابن آدم أين أخرجتك أتبتر غير ذلك؟ قال لا والله يا ربي أعاهدك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار فيجعله في قنطرة بين الجنة والنار فينظر إلى الجنة قال يا ربي قربني إلى الجنة
قال فإذا قربتك إلى الجنة تسأل غير ذلك؟ قال والله لا أسأل غير ذلك وعاهدك لا أسأل غير ذلك. فيقربه الله من باب الجنة فينظر إلى أنهارها وإلى أشجارها وإلى ثمارها وإلى قصورها. القصر الواحد في الربابة البيضاء من السحابة يمشي بالجو في جو الجنة. الشجرة الواحدة يمشي الراكب المجد على الفرس 100 عام لا يروع بالله. أنهارها من نهر من عسل مصفى ونهر من لبن أبيض كفل ونهر من ماء غير عاسل ونهر من خمر لذة للشاربين. قطوفها دانية إذا جلست أتاك الشقاق وإذا اتجرت على جنبك وصلت الثمرة إلى فمك وإذا قمت ارتفع الغسل معك. لا إله إلا الله أعظم الجنة. إذا اشتهى أهل الجنة الغنى الطرف وهذا لمن حرم على سمع الطرف في الدنيا أرسل الله له ريحا طيبة فتهز أوصال أشجار الجنة فيجدون حلاوة الطرف. يكون ابن القيم رحمه الله من الذين اشتغلوا بغناء الدنيا وطرف الدنيا ورزق الدنيا يقول في كلام النبي يقول يا من اشتغل قلبه بطلب أهل الدنيا ألا تريد طلب الجنة فلماذا تجتمع طلب الدنيا؟ قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذرائب الاوصال فتثير اصوات تنظم مثل الانسان بين غمات الاوزان يا خيبه الاذان لا تتعوض بغلابه الاوصال والعيدان. فيريد الله هذا الرجل فاذا اقترب وراء الجنه وما فيها قال يا ربي اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تدخلنا الجنه. فيتبسم سبحانه وتعالى بل يضحك في صحبته فيضحك عليه الصلاه والسلام ضحكا يليق بجلاله. فيقول الله لابن آدم يا ابن آدم هار درك معك ولك تقول لا تسأل وسأصري أدخله الجنة ويدخل الجنة. فإذا رأى ما فيها من نعيم وقصور وأنهار وجوف ومرح كثير الله أعلم بذلك المرح دار لا يمرض صاحبها ولا يبنى شبابه ولا يبنى ثيابه ولا يهدد ماله. دار لا هم ولا غم ولا حسد ولا حقد ولا جيد ولا مرض ولا خوف ولا جوع. لا يبولون ولا ينتحطون ولا يتروطون وجوههم كالقمر ليلة 14 أعمارهم 33 سنة الرجال والنساء إذن 33 سنة جدا مكحلين مدة حسنة. فيقول الله تمنى يا عبدي سيتمنى من القصور مئات القصور ثم يتمنى مئات الأنهار ومئات الأشجار ومئات البساتين. فيقول الله لك ذلك ومثله لك ذلك ومثله لك ذلك ومثله لك ذلك ومثله. قال أبو سعيد 5 مرات. قال أبو هريرة هو الذي لا إله إلا هو لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 10 مرات وصدق مثل ملك الدنيا 10 مرات. فيقول العبد والحديث الحديث أتهدى بي وأنت رب العالمين. يقول أنا أستاهل هذا الملك 10 مرات أمثال ملك الدنيا وأنت رب العالمين. قال لا وعد الحق صدق الله وعده الحق وكلامه الحق والله لما رأينا تلك المواقع. فنسأل الله أن ينجينا وإياكم بكلمة التوحيد. ما عندنا عمل ولا عندنا حسنات كلنا أهل سيئات ومقصرون نصف حالنا إلى الله. أتت الوفاة عمرو بن العاص وهو في سكرات الموت قال يا ربي لا قوي فأنتصر ولا معذور فأعتذر ما عندي إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ضم يديها كذا حد الصحابة ثم توفي ويده هكذا. أتوا يغسلون فتحوا أصابع فعادت هكذا أدخلوا الفيض فتحوا أصابع فعادت حاولوا فتح أصابعه عند القبر فعادت فدخل القبر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والمقصود من هذا الكلام أن نستعد للقاء الله بعمل صالح وأن ننظر إلى نعم الله كيف أنعم الله علينا. قبل 20 سنة أو 30 ومعنا شيوبة وكبار في السن من سنين متعددة بعضهم في 80 وبعضهم في 70 وبعضهم في 60 ينظرون فارق ذاك اليوم وفارق هذا اليوم. كانوا في خوف وكانوا في جوع وكانوا في مشقة كانوا في رعب ولكن الله أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة. أتتنا نعم الدنيا من كل مكان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أما تتمنى الله أما أننا الله
أما أشفعنا الله أما أروانا الله فلله الحمد والشكر. فما جزاء هذه النعمة؟ جزاؤها أن نستخدمها في طاعة الله. يقول الله سبحانه وتعالى أما بالقرى التي أعرضت عن منهجه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذابها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعض الناس وجد في زواج من الزواجات أنه ذبح ما يبالغ 50 خروفا، علمت بذلك. ثم كانت رياء وسمعة ما وجد من الناس من أكلها بل حملها في القلابيات ووضعها في الزبادة. ووجد أن رياء وسمعة وطلب هذا الرجل كان تاجر من التجار أن يبني مسجدا قال لا ما أستطيع. قلنا سبحان الله تستطيع هذه الأمور التي لا ترضي الله، وأما مشاريع الخير أن تبني لنفسك مسجدا. والله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمصحة قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم عجبا لك خلقتك وتعبد غيري خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت بغير إلي خيري إليك نازل وشرك إلي طاعتك. رجل من بني إسرائيل قال يا رب أريد أن أعبدك عبادة ما عبدك فيها أحد من الناس إلا الأنبياء. فأمره الله أن يخرج إلى جزيرة من الجزر وسط البحر. فأتى هذا الرجل المسكين العاجز فخرج إلى جزيرة وحده لا زوجة ولا ولد ولا أهل ولا قبيلة يعبد الله 500 سنة. أنبت الله له شجرة من الرمان كان يستاهل أكل قطف الرمان وأكلها وصلى وعبد الله وذكر الله وسبح الله وتأمل في مخلوقات الله. فلما عبد الله 500 سنة توفاه الله. ليس مثله ذنوب ما اغتاب احد ولا اكل مال احد ولا اكل الربا ولا استمع الغنى ولا زنى ولا كذب ولا شهادة الزور. فلما قبض الله روحه قال يا عبدي اتريد ان تدخل الجنة بعملك او برحمتي؟ قال اريد ان ادخل الجنة بعملي. لانه توهم عن عبادة 500 سنة تطوله وتؤهله لدخول الجنة. قال الله تريد الجنة بعملك او برحمتي؟ قال بعملي يا رب. قال الله اذا يحاسبك يحاسبك بقدر النعم التي اعطيناك وبقدر عبادتك التي عبدتنا اياها. فتقدم الملائكة في الميزان يحاسبونه ونقرأ له الصحف وعدوا نعم الله عليه وعدوا عبادته فوجدوا عبادته جميعا لا بعد الا نعمة البصر وبقيت نعمة القلب والسمع ونعمة الحياة ونعمة التنفس ونعمة العقل ونعمة الهداية كلها. قال الله روحي لما قال يا ربي اسألك ان تدخلني الجنة برحمتك. قال ادخله الجنة. إذا مهما فعلنا ومهما صلينا ومهما صمنا ومهما ذكرنا الله ومهما عبدنا الله فإننا والله مقصرون إلى أبعد النهاية. لكن أمرنا بالواحد الأحد أن يغفر لنا الذنوب والخطايا. وأنا أعرض لكم بشرى من محمد عليه الصلاة والسلام. وأريد منا جميعا أن نتذكر هذا الحديث كلما أدركنا الناس أو الموت من رحمة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. عنوان هذه المحاضرة الزواج الناجح، لأن في الحياة زواج فاشل وزواج ناجح. أما الزواج الفاشل فلا أتحدث عنه فإنه يعرف إذا قصدت الزواج الناجح، لأن الزواج الناجح هو الذي أقيم على تقوى الله وعلى الخوف من الله. يبدأ أولا باختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة، لأنه اجتماع بكلمة الله الواحد الأحد. ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهي من آيات الله الواحد الأحد. يأتي بهذه المرأة الغريبة إلى هذا الرجل الغريب فيعيشون حياة ويرزقون ذرية، فتكون المرأة أحب إليه من بعض أخواته وقريباته، ويكون هذا الرجل أحب إلى هذه المرأة من كثير من إخوانها وأقاربها وخولتها وأعمامها. فسبحان الذي يقلب القلوب.
وسبحان الذي يجمع بين القلبين. ولكن ما الفرق بين الزواج؟ لأن الزواج خارج بكما المسلم يتزوج واليهودي يتزوج والنصراني يتزوج والشيوعي يتزوج، ولكن ما الفرق بين زواج المسلم وزواج الكافر أو الفاسق أو العاصي؟ المسلم أولا يذهب عن ذات الجنة، يبحث عن ذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. صبر بذات الدين كذبة ذاك. اليهود يتزوجون من أجل المال، اليهود لا يبحث إلا عن المرأة التي عندها مال، فإذا وجدها تزوجها. العاجز عن ذلك إذا بحثوا يبحثون عن المرأة صاحبة الجمال. الروم يبحثون عن الحسب أو العرب الجاهلية، أما المسلمون فيذهبون ويبحثون عن صاحبة الدين. الدين كل شيء في الحياة. الدين التقي قريب من الله، قريب من عباد الله، والفاجر عدو لله. الذي قطع حبله بينه وبين الله، كيف تجعله سهلا لك ورحيما لك وقد قطع الخطوط بينه وبين الله؟ عدو الله لا يقتل منه، لأنه قد أعلن سيف المحاربة بينه وبين الله. أما الرجل الذي يتقدم فحرص على أن يكون خائفا من الله. قيل للحسن البصري، قال له أحد الناس: من ترى أن يزوج بنتي؟ قال: زوجها من يخاف الله، فإنه إن راضيها أمسكها بمعروف، وإن كرهها فارقها بإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا أتاكم من ترون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من هو صاحب الدين؟ صاحب المسجد الذي يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يزال صلاة الفجر في المسجد، هذه شهادته أمام الله وأمام الناس. الذي يجيب داعي الله المعرض، الذي يأتي وهو إلى بيت الله متواضعا صادقا، تعرف أنه من أولياء الله. فالترمذي بسند فيه كلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارنا وقريبنا وصاحبنا وأخونا إذا تعاود المسجد خمس مرات في اليوم والليلة يشهد له في الدنيا وفي الآخرة أنه من أولياء الله، أنتم شهداء الله في أرضه. إذا ماتت الجنازة استشهد الله عليها أولياء من الملائكة، ويوم الآخر في اليوم الآخر استشهد عباده الصالحين. مرت بالرسول عليه الصلاة والسلام جنازتان، أما الأولى فكانت من أهل الخير، كان صاحبها يصلي في المسجد صادقا مع الله، متصدقا، ذاكرا لله، عابدا من عباد الله، وليا من أولياء الله، صادقا مع الله. فقال له الناس: رحمك الله يا فلان، غفر الله لك يا فلان، أسكنك الله فسيح الجنات، كنت كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ومروا بالجنازة الأخرى، صاحبها فات لا يعرف بيت الله، لا يعرف المسجد. معاند لله، عدو لله، بعيد من الله، قطع الحبل بينه وبين الله، لأن بعض الناس يعيش لكن لبطنه ولبرجه دابة مثل البهيمة. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلقهم، لكن خلقهم لجهنم. يقول موسى عليه السلام: يا رب كيف خلقت قوما من عبادك للنار وخلقت قوما للجنة؟ قال: يا موسى ازرع زرعا في الارض. فزرع موسى عليه السلام، قال: احصد الزرع. فحصده، فابقى بقيه هذا العلف والقتيل ابقاه في الارض، الجذور، وهذه كفت بني اسرائيل التي رويت عن موسى. قال الله: كل هذا يا موسى؟ قال: هذا يا ربي لا خير به، الذي ترك الارض قال: لا خير به. قال: يا موسى وكذلك من تركت للنار لا خير به. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلذلك كان على المسلم دائما أن يراقب الله عز وجل. فلما مرت هذه الجنازة السيئة والشريرة والبعيدة الذي قطع الحبل بينه وبين الله، قال: أراحنا الله منك يا فلان، الحمد لله الذي قبض روحه، كانت سيئة، كانت شريرة، سيئة كبيرة، قطعها لأرحامه، عاقا لوالديه. قال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت في الأولى وما وجبت في الثانية؟ قال: الأولى شهدتم لها بالخير فقلت لها: وجبت لها الجنة.
والثانية شهدت لها بالشر فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنسأل الله أن نكون ممن شهد له المسلمون بالخير. فإن الإنسان يعرف بعمله بصلاته بصلاحه بصدقه بجيرته بصلته للأرحام ببره لوالديه. فأول ما تبحث عنه من الرجال الذي يخاف الله عز وجل فوالله لا يقدر حميلتك ولا كريمتك ولا بنتك ولا أختك إلا من يخاف الله. والله لا يرفع قدرها ولا يحافظ عليها إلا من يخاف الله. قال أحد الصالحين لابنه يا بني لا تصاحب ثلاثة. قال من هم يا أبتاه؟ قال لا تصاحب الفاجر فإن الفاجر ملعون في السماء ملعون في الأرض فكيف تصاحب الملعون؟ ولا تصاحب عاق الوالدين فإن عقوق الوالدين يدخل معه قبره. ولا تصاحب الكذاب فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. فأول ما يبحث عنه من الرجال الذين يخافون الله. وهنا أوصي إخواني وآبائي بمسألة مهمة وهي ألا تتأخر المرأة إذا حان زواجها. المرأة كالثمرة إذا حانت إطافها وتأخرت عن حول الإطاف فسدت. وكذلك الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فضل وجوه لا تتأخر. إذا وجدت الكبر للمرأة الصالحة فلا تتأخر فإن قوما أخروا زواج بناتهم فكتبوا إثما من الله الواحد الأحد. وهؤلاء أحد رجلين إما جاهل لا يعرف الشريعة ولا يعرف أمر الله وإما رجل طماع رأس مال يبيع بنته كما تباع الدابة أو الأرضية أو السيارة. يحدثنا أحد العلماء في الرياض يقول حضرنا إلى باب المستشفيات فوجدنا رجلا من الآباء مع بنتي وهي في مرضها عمرها 40 سنة ما تزوجت. كلما تقدم لها رجل رفض. هذا يقول كان من أطمع الناس صاحب الدنيا لكن ما نفعت الدنيا عنده من الدور ومكاتب العقار والسيارات والمعارض لكن معروف بين الناس أنه إذا زوج بنته لا يزوجها إلا بنعاس قلوب. فكانت بنت هذه رفضت تزويجها لأن الذين تقدموا إليه شباب فقراء أكثر الناس أحوالهم لا تمكنهم من المغالاة في الأمور مئات الألوف. فكلما تقدم له رجل صالح سأل عن وظيفته سأل عن سيارته سأل عن مرتبه فإذا أخبره بأنها من دون تركه. في الأخير وصلت إلى 40 وأصابها مرض عضال ونقلت إلى مستشفى فلما حضرتها تفرأت الموت. الانتقال إلى الواحد الأحد الذي يحكم بين الخصمين ولا حاكم إلا هو والذي يغفر البالغ إلى المظلوم والذي يوجد العدل إلا له يوم القيامة. فلما حضرت سكرات الموت قالت يا أبتاه الخير فاقترب منها قالت قل آمين قال آمين قالت قل آمين والله لقد حدثنا بها شيخ من الشيوخ الذين تقبل شهادتهم. قالت قل آمين ثالث مرة قال آمين قالت لا غفر الله لك أحرمتني لذة الزواج فأحرمك الله الجنة. 40 سنة تكذب المرأة في بنت أبيها أو ثلاثين ماذا تنتظر؟ ثم يفرح ويرد هذا ويرد هذا من أجل أن يبيع بنته كما تباع الدابة. أهذا في الإسلام؟ كان السلف الصالح الواحد منهم يأخذ درهمين وثلاثة دراهم وأربعة دراهم ثم يمتع بنته وبعضهم يبني لبنته بيتا ويسلم بنته لزوجها مكرمة مهذبة معلمة ثم يشكر الله على أن رزقها زوجا صالحا. لأن المحرم أمرها صعب وجود البنت في البيت صعب. كان الجاهليون في الجاهلية يأخذ أحدهم بنته فيجنها ويحجها خوف العار. فلما أتى الإسلام كرمها بالزوج حذرها ورعاها وسترها ثم قام بالقيامة عليها. فكيف يشترط الإنسان مهرا غاليا على هذه التكاليف؟ سعيد بن المسيح أحد الصالحين علماء السلف الصالح كان من علماء الدنيا بل هو عالم الدنيا في أفريقيا. كانت عنده ابنة حفظها كتاب الله فحفظت كتاب الله كله. كانت مفتية من سعيد بن المسيح من أجمل نسائنا. تقدم لها ولي عهد المسلمين ولي العهد ولي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك يخطبها. فرفض سعيد بن المسيب قال أعطيك لطف الملك. قال والله لو تعطيني الدنيا وما فيها تعطيني لطف جناح بعوضة؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وتعطيني لطف جناح بعوضة؟ قال لما؟ قال إذا سلمت بنتي لك سمعتها الغناء وقبل على رأسها الراقصون والراقصات ونسيت كتاب الله.
أن حياة حياته ومراد مؤمنة وبن العباس معروفة فرفض. ولما أتاه خطير من تلاميذه لا يملك إلا درهمين قال له سعيد بن كيف أين تأخرت يا فلان؟ قال كان عندي امرأة زوجة فمرضتها ثم ماتت فجهزتها ودفنتها وأتيت. قال هل لك من زوجة؟ قال لا. قال هل عندك مال تتزوج؟ قال والله ما عندي إلا درهمان هنا. قال تعال بالدرهمين. فأتى بالدرهمين قال ترضى بي أن أكون صهرا لك؟ قال ومن يصدق وانت ما توافق؟ قال فإذا وافقت. قال سبحان الله أنبه للناس فينجب المسير عالم الدنيا. قال هات الدرهمين فأخذها فكتب له عقدا وسلم له بنته بعد مغرب تلك الليلة ما كانت وجبته إلا شيء من خبز الشعير وشيء من الزبيب. قال فلما دخلت عليها وجدت حافظة لكتاب الله كل كتاب الله عالمة فقيها محددة مفسرة تقوم الليل وتقوم النهار لأن هذا هي التقوى. تعالي محمد عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنته فاطمة فتعالي لمراسيم الزواج. من هي فاطمة؟ والله يا نساء العالمين أولهم وآخرهم عجوزتهم وكبيرتهم حمراهم وسمراهم شقراهم وخضراهم لا تعادل الظفر الأصغر من أصغر فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول محمد إقبال في مدحها شاعر الباكستان هي بنت من؟ يقول من أبوها؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من لا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي الزوجة لا تسر عنه سوى سيف الغدا بيمينه سيها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم. ابنها الحسن والحسين زوجها علي فما هو مهرها وكيف جثت من بيت أبيها إلى بيت زوجها؟ تعالوا إلى مراسيل العرس. يقول علي فكرت في سهري صلى الله عليه وسلم لأخذنه بنته علي جزا الله المنتوى الإمام المرتوى أبو الحسن الذي يضرب الرؤوس رؤوس الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر كضرب الصراط أو كضرب رؤوس الشعير. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما دخلت البيت أريد الحديث وفي الزواج من فاطمة فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني رهبة وخجل وحياء فما استطعت أن أتكلم بكلمة. مع من يتكلم؟ مع سيد الخلق شفيع الناس. وجهه كان كالقمر ليلة 14 إذا راه ملوك الدنيا أخذ الواحد منهم يرتعد كأنه أصابه حمى. حتى دخل بعض ملوك العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع رأى هيبته أخذ ينتهر. قال صلى الله عليه وسلم هون عليك وخفف بالله تخف أنا ابن امرأة كانت تأكل الخبيث بمكة. يقول صلى الله عليه وسلم ترى أمي كانت تأكل الخبيث بمكة الخبيث اللحم النشوي الذي يشرى بالنشر ويعلق في الحبال. يقول ترى أمي كانت فقيرة أنا فقير وأمي فقيرة أنا الغسل من السماء وهو أشرف من ملائكة السماء لكن تواضع ونحن نقول فبك أنت ابن عمرها كانت تأكل الخبيث بمكة لكنك حولت العالم. ابن عمرها كانت تأكل الخبيث بمكة لكنك فتحت من الشمس إلى الشمس إلى الهند إلى أسبانيا بلا إله إلا الله. ابن عمرها كانت تأكل الخبيث بمكة لكن دعوتك صارت مسار الدنيا والآخرة وأنت تبيع الناس يوم القيامة. قال علي فدخلت فلما أتابي من الخجل والهيبة والحياة ما يعلمه الله اتكت فتبسم عليه الصلاة والسلام. لها له أحاديث من ذكرات يسأله عن الطعام وينهيه عن الزاد سمه والله فهمه يعطيه العلم إن هو إلا وحي روحا علمه شديد القوى يمرة البسترة. قال يا علي كأنك تريد فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال عندك مال؟ أريد صلى الله عليه وسلم أن ما عند علي شيء. علي بن أبي طالب أبوه شيخ العباقة ضرب رؤوس الجبابرة بسيف ما عنده من الدنيا شيء. كان ينام على جعل الصوف صوف الخروف هذا ينام عليه وينسحب في النهار ويتردى به في اللجان العامة. قال صلى الله عليه وسلم عندك مال؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال تذكر. قال والله لا عندي لا درهم ولا دينار ولا تمرة ولا حبة ولا زبيبة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم تذكر عندك شيء من السلاح؟ قال عندي درع يا رسول الله درع يلبسها في المعركة لا تساوي درهمين مكسرة من كثرة ضرب السيوف عليها. قال تعال بها. فذهب بها وهو خجول رضي الله عنه انتزعها من بيته رضي الله عنه انتزعها من بيته واتى بها فوضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا مهر فاطمة. قال صلى الله عليه وسلم قد قبلت. هل قبلت يا علي؟ قال قبلت. قال وفاطمة زوجة المسجد. فذهب بها الى الجهة. قال صلى الله عليه وسلم عندكم ما جد عشر
قال ما عندنا شيء يا رسول الله. قال اذهبوا في بيوت امهات المؤمنين. كان عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. كل امرأة في غرفة صغيرة اذا نام صلى الله عليه وسلم وصل رأسه طرف الغرفة من طين ورجلاه في الطرف الاخر. قال اذهبوا هل سمي في شيء؟ ذهب عند ام سلمة. عندك اقراص خبز؟ قالت لا والله. خمسين طاووس. ذهبوا الى عائشة؟ قالت لا والله ما عندنا شيء. ذهبوا الى زينب؟ قالت عندنا شيء من جديد. قال اعطيني الجديد. ذهبوا الى امرأة اخرى؟ قالت شيء من اللبن. اعطونا اللبن. فجميع. فلما جمع من هذا العشاء البسيط كان صلى الله عليه وسلم اذا وضعتموه آتي لأجعب بالبركة. لانه مبارك عليه الصلاة والسلام. ينزف على الطعام فيزيدهم الله. ينزف على الشراب. الشراب الذي لا يملأ هذا الكوب. والله اقل من هذا الكوب. كفى 800 مقاتل توضوا واغتسلوا وسقوا خيولهم وغنمهم وبقرهم وابلهم. بركة. يقول جابر هذه القصة داخل هذه القصة. يقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق خندق المدينة يقوط ضد اليهود والمشركين لا يفتحون المدينة. قال فأتيت إلى به من الجوع ما لا يعلمه إلا الله. كان على بطن حجرين عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأيت الجوع بوجهي أتيت إلى زوجتي قلت لزوجتي أعندك شيء في البيت؟ وفيه جاب أحد الأنصار. قالت عندنا أنا ولد المعز وعندنا مد من شعير. قلت اطحن الشعير وانا اذبح هذا العناق واسلخه. فذبح العناق وسلخه ووضعه في القدر على البرمة وطحنت الشعير فقامت منها طعام وذهب الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر معه ما يقارب 700 مقاتل كلهم جياع كلهم جوعى. فوقف على رأس رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله اريدك بسلمة ما يريدك عنا. قال ما لا تريد؟ قال تعال انت واثنان معك او ثلاثة. قال فقام صلى الله عليه وسلم فوضع المصحاف يدي وقال يا اهل الخندق هم تبعي ان جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال فجابر فاخذني من الخوف ما قرب وما بعد. ولمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين ذاك تبعيه. قال فمضيت وانا ارتعد في الطريق قلت يمكن ما فهمني صلى الله عليه وسلم او ما فهم مني صلى الله عليه وسلم. قال فسبقت الى زوجتي قلت الويل الويل. قالت وماذا؟ قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي باثنين او ثلاثه فصح يا الخندق السبعين اقبلوا كله. قالت وهي كانت عاقله الرسول اعلم الله ورسوله اعلم. فاتى صلى الله عليه وسلم فلما التفت جابر واذا بالصحابه 100 بعد 100 فتبسم صلى الله عليه وسلم لانه يدري ان قلب جابر اخذ يحترق. فقال يا جابر قال نعم. قال لا تنزل الطعام عن البرمة ولا تنزل اللحم من الكبش خلها في قدورها وفي برمتها. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. فتقدم فسلم على امرأة جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أزكى من نحل الغمام وأطهر من كل طاهر على وجه الأرض. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى الفجر وفيه اللحم فدخل عليه وبساطه بركة نور فيه وقال بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك. وأتى إلى هذا البرمة فدعا لها ثم قال يا جابر أدخل الناس عشرة عشرة. فدخل عشرة فأكلوا وقام ثم عشرة ثم عشرة 70 لأنه 700 وكل 110 وعشرة في 7 هذه قاعدة 70 دائما فدع قاعدة أن عشرة مرة 70. فدخلوا فأكلوا 70 مرة. فلما قاموا وانتهوا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل. قال جابر والله لقد تقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بحالها ما نقص منها لكم. فأخذ عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول لجابر وينظر لجابر أشهد أني رسول الله. ونحن نقول أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك صادق وأشهد أنك أمين وأشهد أنك مبارك وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. أتى فدعا بطعام علي وطعام فاطمة فكف الناس بإذن الله. وأتى علي وفاطمة ينشئون بيتا جديدا على ذكر الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي وسط الليل يذهب إلى علي وفاطمة غرفتهم قريبة من غرفته فيوقظهم من صلاة الليل. في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام فطرق على باب علي وقال ألا تسلمان؟ ثم عاد يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل فما سمع الباب فتح. لأن الذي يقوم الليل يفتح الباب ويتوضأ ويهلل ما سمع الباب فتح. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم عاد ضرب الباب قال ألا تسلمان؟ فقام علي يعرف النوم من عينيه ويقول إنما نفوسنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء ارسلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم يضرب على أسفاره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أتت فاطمة إليه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
عند الناس خدم إلا أنا. طهنت بالراحة حتى جمل ثيابي، وخلفت البيت حتى اتسح ثيابي، وحملت الماء حتى ولى ظهري، فهل من خادمة تخدمني من الجوار من السبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غدا. قال: ولا ليلة تصحين ما تركتها تذكرتها مع السحر فقلتها. هذه الدنيا التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزواجاتهم المتواضعة. فأنشأوا بيتا على تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني: على المسلم أن لا يكلف رحيمه وصهره من الدنيا إلا قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يسحب الإنسان صهره ورحيمه ويأخذ من النهر ما يكلف عليه، فيتدين هذا الزوج ويأخذ أموال الناس وتدخل بنتك عليه وقد أصبح فقيرا، يبيع بعض أملاكه؟ بل بعضهم، والله لقد سمعت أن بعضهم يقول: والله لقد كلفني الزواج ما يقارب 100,000، وأصبح مديون يبقى دينه عليه 6 سنوات 7 سنوات، وتبقى هي فقيرة في بيت هذا الفقير. هذا ليس من الإسلام. وأين الود والرحمة؟ ما دام ربطك الله بهذا الرجل وأفاده من قبيلة إليك أو من قبيلتك، معناه أن الله اختاره لك واختارك له. والرحم فوق هذه الدنيا. الدنيا تذهب، والمال والفضة والذهب، ولا يبقى إلا الرحم وتقوى الله عز وجل. الأمر الثالث: أنه ينبغي أن لا يغالى في الزواجات، ولا يصرف فيها، ولا يكون فيها رياء ولا سمعة، لأنه وجد من الزواجات أن يجمع لها الشعراء فيسلمون مال، والمال الذي يسلم للشاعر حرام، حرام على من سلم ماله للشاعر المتزوج أو أبو الجنس أو قرابة المتزوج أو قرابة أبو الجنس، حرام أن يدفع أموالهم لهؤلاء الشعراء، لأنهم لا يرضون الله ولا يتقون الله. الشعراء هم مدح هذه القبيلة وسب هذه القبيلة والغزل والمدح والرياء وما أشبه ذلك، فهؤلاء المال صرفوا فيهم حرام. ولا يجوز، وقد أفتى العلماء بهذا مرارا وتكرارا، فتاوى سببية وفتاوى مكتوبة. والذي يأخذ كذلك من الشعراء هذه الأموال لا يجوز له، هذه أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ هل فعل خير؟ هل قدم شيء لهذه الأمة؟ ما هي النتيجة والثمرة من شعره للناس؟ فقط عند هذه القبيلة ويذكر أنهم فعلوا وأنهم ذبحوا الناس وأنهم انتصروا، كلها حروب جاهلية، مسلم على مسلم، قبيلة مسلمة على قبيلة مسلمة. أو يتكلم بالنساء، وقد سمعنا ورأينا من الشعراء هؤلاء من يتغزل في نساء الناس في الإعراب وفي الحدث، هذا لا يجوز. واستخدام أو استخدام هؤلاء الشعراء محرم، ولا ينبغي للمسلم أن يعطيهم أجره، وإذا غمض في ذلك فليأتي الشاعر وليس له إلا الشراء، يتكلم بما شاء من قصائد، فإذا طلب منا أجره قلنا هذا الجبل فضله ما وليس له. وكذلك، وهذا موجود في المدن، أخذ المغنيين والمغنيات، لكن نفسها أن تستخدم في القرى وتتطور أو تتدهور القرى حتى تصل مثل بعض المدن، تأتي بمغنية أو مغني، وهؤلاء المغنون والمغنيات والمقبلون والمقبلات والدقاقون والدقاقات، الأحياء منهم والأموات، كلهم يعرض برب الأرض والسماوات، لا يجوز أبدا. لكن في الحبل في الإسلام يجوز للنساء أن يجتمعن عندهم دفء وحدهن، خير قطنة ويستدنى، ليس حرام هذا. كذلك يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس يحمله على حب السنة والشريعة إلى أن يخرج من السنة، يخرج من السقف ولا من الأرض، لكن الوسط هو المطلوب. النساء في الإسلام يجوز لهن في العرس أن يجتمعن على دفء، خير قطنة ويستدنى ويغنين، بشرط أن يكون معهم أجانب من الرجال، ولا يكون معهم مقبلات، أقصد مغنيات ناجنات أو أشرطة غنى لمغنين ماجنين، لكن يرقصون ويغنون لا بأس بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أعلن النساء واضربوا عليه بالدخل، هذا النساء. ويقول لعائشة: هل معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو فلا بأس باجتماع النساء في مجلس خاص، وأن ينسجن لأنه فرح ليس معزاة ليس جنازة، ما هو موت فرح. وكذلك لا بأس باجتماع الرجال في مجلس أن يسجدون الأشعار، يأتي كبار السن منهم فيتحدثون بشعر حتى النساء القبائل، ولا بأس أن يذكروا فكهات ومجيح بشرط أن لا يكون فيها غيبة ولا كذب، يكون في فرح فلا بأس. أو يستدعى بعض طلبة العلم أو الدعاة ويتكلمون في هذا المجلس ويعظون الناس، لأن بعض الناس يقول لا تنبغي المحاضرات في الزواج، والناس لا بد أن يتحدثوا بحق أو بباطل، إذا ما تحدث الناس بالحق تحدثوا بالباطل، وإذا ما ذكر الله ذكروا الشيطان، وإذا ما سبح الله ذكروا إبليس وجنود إبليس والعياذ بالله، واغتابوا ونموا
واستهزؤوا واستهزؤوا، وهذا لا بد للإنسان يتحدث. فشغل الزواجات بذكر الله من أحسن ما يكون. الأمر الذي ينبغي كذلك ينبغي على الرحم أن يقدر رحمه وأن يستلمه وأن يدعوه إلى تقوى الله عز وجل. إذا رأى خلل في البيت، هو في البيت زوج بنته أو زوج زوج البنت في بيت رحيمه، أن يقومه على منهج الله بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة وبادر من التي أحسن. فهذه الدعوة المطلوبة أن تكون مباركا أينما كنت، وتؤثر في بيوت أصهارك بالكتاب الإسلامي، بالكلمة الإسلامية، بالدعوة، بالشريط الإسلامي، أن الله يهدي بك. وبعض الناس يقول أنا ما أتزوج إلا من بيت يصلون الليل ويصومون النهار ولا ينظرون ولا يغتابون. هؤلاء ما يجدون، ليسوا في الدنيا هؤلاء، هؤلاء مثل الملائكة ونحن بشر، ندرك ونخطئ ونسأل الله ونستغفر، ودائما نطلبون أن اشتراط البيوت هذه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. ليست من الشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بنت يهودي فدلها على طريق الاستقامة وعلى الهداية فهداها الله عز وجل، وتزوج بنات المشركين فهداهم الله على يد صلى الله عليه وسلم. إذا بعض الشروط التي يزيدها بعض الناس ليست تتركها. الشروط أن يكونوا يقومون بالصلوات الخمس، يجتنبون الحرام، ما عندهم تبرك، مثل هذه الأمور هي التي ترضي الله عز وجل. هذا هو المطلوب منا جميعا، أن نتواصى وأن نتواصى به يا عباد الله. ثم من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أن على الرجل أن يحسن عشرة زوجته، وأن يتقي الله في هذه المرأة، وأن يقيمها على منهج الله عز وجل، وأن يدلها على طريق الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ويقول إنهن عوان عندكم حي أسرات، فالله الله في النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى المرأة أن تحترم هذا الزوج فتطيعه في طاعة الله وتحفظه بالغيث، ولا تجلس أحدا على فراشه إلا برضاه، ولا تدخل الأجانب في غيبته، ولا تتطلع إلى عورات المسلمين، ولا تعرض غيرها للناظرين، والعياذ بالله، فإن من يفعل ذلك ناقصة في عقله ودينه، قد سلب الإيمان من قلبها. حاذرات للغيث فيما حجب الله، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن حور حرائر ما هلن بهيبته كغذاء مكة فيضهن حرامه، يحفظن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخلى الإسلام. فهذا وصف المرأة المسلمة. ومن حقوق الرجل عليها أن تبتسم في نفقته. بعض النساء مبذرة والعياذ بالله، مسرفة، تعدم مال زوجها وما يغسله عليها، فتعدمه في الملابس والأثاث والأكل والشرب والمطعمات والمفروشات، وهذه ناقصة عقل ودين. حافظة المال هي من الحافظات للغيب بما حفظ الله، فلا يجوز لها أن تذبح. لها صحيح أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يدري ولو بغير علم، لكن بالمعروف. قالت كيف بنت عتبة زوجة أبي سفيان: يا رسول الله، أبو سفيان صحيح بخيل، لا يعطيني شيئا أنا وأولادي، كان ما يصرف عليه، ما يعطيه النفقة، هل آخذ من ماله شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ودنيك بالمعروف، أي ما يكفيك والنفقة، فتأخذ بالمعروف. ومن حقوق الزوج كذلك أن تقوم على خدمته بالمعروف، بالصبر، بالغسيل، بخدمة البيت بالمعروف، لأن انتظار القادمات لا يبشر بالخير. واستيراد أبو الجند قادمة لبنته، وهذا موجود في المدن كثيرا أو سائر، ليس بالمعروف، وهذا نهي عنه، لأن استخدام الخادمات وخاصة غير المسلمات لأي ضرورة ليس من الشرط. يجوز استخدام الخادمة بشرطين أو بثلاثة. الشرط الأول أن تكون مسلمة الخادمة، فلا يجوز استخدام يهودية أو نصرانية أو شيعية أو بوذية أو هندوقية. الشرط الثاني أن تكون للضرورة، ضرورة في البيت، كان تكون المرأة مريضة أو عندها عمل. الشرط الثالث أن لا يراها الزوج ولا يراها الأجانب، تكون في غرفة خاصة. هذا هو المطلوب، فعلى المرأة أن تكون بخدمة زوجها. ومن حقوقها عليه كما قلت إحسان العشرة والنفقة، وأن يحرمها كذلك بالغيب، وأن يبر أهلها، وأن لا يحرمها زيارة أبيها وأمها. هذا هو المطلوب. والذي نريده أن نقول لكم أيها الناس: اعلموا أن هذه الحياة بزواجها وأكلها وشربها وسياراتها ومناصبها ما هي إلا مرحلة
وكالحلم وكالنور للقاء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الحياة والله حياة هم وغم وحزن ومرض وفقر لا يشفى مريضها ولا يحل سقيمها ولا يرتاح شابها ولا يهدأ غنيها غنيها. يا مصعب الجسم كم تسعى لراحتي أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عنوان. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الجزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ذلك وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فلا إخوتي في الله شيوبا وشبابا وكبارا وصغارا ورجالا ونساء أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن عما قريب قادمين على الله وهي مرحلة. تزوج آباؤنا وأجدادنا وآباؤهم وأجدادهم ثم ذهبوا ووسجوا الصراط وفارقوا الأصحاب وفارقوا الأحباب وجددوا عن السياق كأنهم أكلوا مع من أكل ولا شربوا مع من شرب ولا كأنهم تزوجوا وما كأنهم تمتعوا. والله لقد ذهبوا مستهانون بأعمالهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتمنا كونناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شجعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وولى عنكم ما كنتم تزعمون. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن دناها بخير طاب مسكنه وإن دناها بشر خاب بانيها. أموالنا نلا والميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت لديها تعمل نجالا غدا الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. عاش نوح عليه السلام ألف سنة فلما تسل سكرات الموت قال الله له كيف وجدت الحياة يا نوح كيف تدري الحياة والله أدرى وأعلم. قال وجدت الحياة لديت له بابان دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب. عدد الله عز وجل آدم ألف سنة في الجنة ثم أكل من الشجرة بعد أن نهاه الله. نهى الله آدم لا يأكل من الشجرة فأكل منها عصا ربه فأنزله الله من الجنة فبكى أنزله على جبل سنين. أول ما نزل آدم من الجنة نزل على جبل سنين فبكى 300 سنة ثم في آخر 300 سنة قال الله له يا آدم نعمك. قال يا ربي عبدتك ما يقارب 1000 سنة فلما عطيتك بآكل الشجرة أنزلتني وأهنتني وأهبطتني من الجنة. قال الله يا آدم عزتي وجلالي لو عصاني أهل السماء وأهل الأرض لأنزلتهم في ديوان العاصين ولحرمتهم حتى يعودوا من السائبين. قال يا ربي هل من توبة؟ قال يا آدم تب أتوب عليك. قال استغفرك وأتوب إليك فتاب الله عليك. فلما قال الله يا آدم لو عزتي وجلالي لو أن أهل السماوات والأرض عصوني لكتبتهم في ديوان العاصين أنزل جبريل كما قال ابن جوزي أنزل جبريل السادم على رأسه وبكى. وميكائيل وإسرافيل قالوا وعزتك وجلالك وعزتي وجلالك ما عبدناك حق عبادك. آدم داود عليه السلام نظر مرة واحدة لا تحل له قال يا داود قال الله يا داود أعطيتك الحكمة وعلمتك الكتاب وأعطيتك الملك والنبوة ثم تعطاني. فغضب الله عليه فبقي يبكي 40 سنة. قاله أهل العلم إذا علم هذا فإن قتل معاصي الله. يقول الله نهلا نهلا وعزتي وجلالي لولا سيوف الركع وأبطال رضع لختبت بكم الأرض خسرا. ذنوبنا معاصينا خطايانا سيئاتنا انظر ماذا فعلنا. كثير من الناس يشهد عند القضاة هذا الدين والله بعضهم يشتري الشاهد بآلاف الدراهم والدنانير فيبيع دينه وذمته ويبيع نصيبه وحظه من الله ويبقى الحل بينه وبين الله فلا ينظر له الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيذهب إلى القاضي فيشهد شهادة الزور فيغضب الله وملائكة الله وعباد الله ويبيع حظه من الله. والله شهادة الزور والله لو دفع للإنسان الدنيا وما فيها على نشهد شهادة الزور والله للخسران وهو المطلوب عند الله.
هل من توبة؟ ويوجد من الناس من جاره الجار بالجار فيخرج لداره من المشاكل والمصائب ومن العناد ومن النكد ما لا يعلمه إلا الله. أين الجيرة؟ أين الإسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤذي. يجعل يوم حظا في الميراث. كان جار الرسول عليه الصلاة والسلام يهودي من يهود، فكان صلى الله عليه وسلم إذا شرى اللحم لأهله بدأ باليهود أكثر، فإذا اشترى ثياب لأهله كسر أهل اليهود. كان صلى الله عليه وسلم يزور اليهود إلى مصر، في الأخير قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو الإسلام. الجار أمره عظيم، يأتي جار يبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتفع بكاءه، فقال صلى الله عليه وسلم: مالك تبكي؟ قال: يا رسول الله أشكو إليك جاري سبني وكتمني إلى غرش ما حضرني، وإن حضرت بلعني بي، فما أفعل يا رسول الله؟ قال: اصبر واحتسب، صبر واحتسب. ثم هذا يبكي ثاني، قال صلى الله عليه وسلم: اصبر واحتسب، صبر واحتسب. في ثالث مرة قال صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك وأهلك وأطفالك وانزل بالسكة وجبة للناس. فأخذ متاعه وأطفاله وزوجته ونزل في طريق الناس. قالوا: مالك يا فلان؟ قال: أخرجني جاري من داري. قالوا: لعنه الله. قال: جاء في المصلح ماله؟ قال: أخرجني من داري. وجاء أخرجني جاري من داري. قالوا: لعنه الله. في الأخير سمع جاره تأتى إليه قال: والله لا عود عود إلى بيته. بعد ما بعد أن أخذ لعنة العالمين فرعون بالله من القرآن. جاءوا الناس الباب والباب لا يسلم بعضهم على بعض عشرات السنوات أو سنوات طويلة. الأرحام يتقاطعون بل يتشاكون بل يتلاعنون بل بعضهم يكادون يتقاتلون. أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ يوجد في القرى مساجد لا يصلي إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ويشهدون بعملهم الله على طبع قلوبهم. أين الإيمان؟ يسمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع شهادات ثم لا يأتون الصلاة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا الجمل في سلم الخيار وكذلك نجد المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. أين إيمان المؤمن يسمع الأذان ويرتاح ويأتيه النوم؟ يقول أحد السلف: كيف أرتاح؟ مرض مرض قريب. كان قطعة لحم على الفراش، فكان إذا سمع الله أكبر قال: احملوني المسلم. قال: عذرك الله أنت مريض. قال: والله قلبي يكاد يتقطع، كيف أسمع الله أكبر ولا أقوم؟ أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أقوم المسجد. المؤمن والله لو كان في قلوب إيمان والله ما يأتيك النوم بعد أن تستمع الأذان، يسأل بقلبك يصبح مثل القدر يغلب. الإيمان يجعل القلب كالقدر يغلي غليانه، فأين الإيمان؟ وجلجلة الأذان بكل حي ومناد، أين صوت من بلال؟ مناريركم علت في كل ساحل ومسجد كل يلعب ذا جهال. يقول أحد السلف: يا رب إذا مت أمتني فأمتني ميتة حسنة. قال له أبناه: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا سافر. فأعطاه الله ما تمنى، لأن الله يعطيك على قدر ميتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أتبني سكرات الموت هذا الرجل الصالح في سكرات الموت؟ قال: احملوا إلى المسجد. قالوا: أنت معذور، أنت في سكرات الموت. قال: سبحان الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب داعي الله احملوني. فحمله أبناه على أستاذ حتى وضعوه في طرف الصف. فصلى صلاة المغرب، فلما أصبح بالسجدة الأخيرة قبض الله روحه لأنه صادق مع الله. طلب الموت في السجود فأعطاه الله الموت في السجود. يقول أحد الصالحين: أبناه يدخل عنده، قال: لا تذكر عليه. قال: غيره. قال: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. مع الإمام 60 سنة هذا على الجنة إن شاء الله مباشرة. نعم، أنا من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شبه شوك هالك تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أحد الناس ما يعرف إلا المسجد، ولذلك يسجد الله في أقواله وأفعاله. أول ما يفتتح برنامجه اليوم صلاة الفجر حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني كشف الله.
من صلى الفجر في جماعة فهو في جنة الله، فالله الله يدخل بينكم الله من جنته بشيء. ويوصيكم يا اخواني بالدفن الحلال لترك الربا، انتشرت البنوك الربوية اكل الربا الغش، هذه تفسد الحلال. يدعو الانسان وهو ياكل الربا فيقول الله لا لبيك ولا سعديك، مطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام، فأنا استجاب لك لا يستجيب الله حتى الحال يحس يفعل ويفعل بالشمس ويجوع ويغمى يتفصل وكله من الثلث ويقول لبيك اللهم لبيك ينادي الله من السماء لا لبيك ولا تعدي، مطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام، فأنا استجاب لك. فحلال حلال من الدخل الحرام، فإنه يفسد العبادة ويحطم الدعاء ويغلب الله تبارك وتعالى. ثم أوصيكم نفسي بالتزود من المواعظ وكثرة الذكر، فأنتم قادمون على سفر وأنتم الآن مقبلون، بعضنا بقيت له أيام وبعضنا أسابيع وبعضنا أشهر وبعضنا سنوات، وسوف نجتمع غدا فأعملوا لجنة عرضها السماوات والأرض. واعلموا والله مهما ارتحنا وضحكنا وافترحنا وبنينا وعمرنا وركبنا أننا لسنا سريعا، وأنه لا يبقى إلا وجه الله. هارون الرشيد الخليفة العباسي ملك الدنيا، من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب، بنى قصرا من أعظم القصور في بغداد عاصمة العراق كما تعرف سلاح قديم. فلما بنى هذا القصر قال للشعراء ادخل امدح القصر وصاحبه، فدخلوا فمدح القصر ومدح الملك الخليفة نفسه. أتى شاعر الزهد والحكمة أبو العتاهية فقال لهارون الرشيد اسمع فدارك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هيك يعني بس. قال حكمة بذلك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هيك. قال يجري عليك بما عرفت مع الغدوث مع البكور. قال هيك. قال فإذا النفوس تغرغرت في جزيرة حسرجة الصدور فهناك تعلم مؤمنا ما قلت إلا في غرور. فبكى حتى سقط على كرسيه. سكرة الموت تنسيك كل لذة في الحياة. والله يريد من بعض الملوك قرات سيره من المحتوى كان عنده أربع جارية وكان عنده أربع نسوة وكان عنده من القصور في كل مكان، وكان يقول ما أكلت ما تركت نبيه حتى أكلته، وما تركت جميلا حتى لبسته، وما تركت نعمة حتى تمارسها. فلما أعتد سفرات الموت كان على عرشه عرش الملك. قال أنزلوني فأنزلوه فكسب البساط ومر وعبر في التراب وبكى وقال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا، يا ليتني ما عرفت الحياة يا ليتني ما عرفت الموت. ركعتين أو ركعتان خير من الدنيا وما فيها. إن الله نفس قتلة في قلوبنا وجئت اليوم الواعظ روما يندب ولولا لكم هذا حبيب ورائه يشيعه القبر والدمع يسكب. فلا أيها المسلمون يا من عرف مصيره ويا من عرف طريقه إلى الله تزود من العبادة أكثر من النوافل أكثر من التسبيح كالتوسع قبرك بالعمل الصالح. القبر والله لا يوسعه الجوع ولا القصور ولا الماء ولا المنصب ولا الوظيفة، لا يوسعه إلا العمل الصالح. والقبر روضة من الجنان أو جهرة من شجر نيراني، إن يكن خيرا بين لي من بعدي أفضل عند ربنا لعبدي، وإن يكن شرا فما بعد أشد فإن لعبد عن سبيل الله ينصرف. اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تب علينا، اللهم إنا نسألك من العيش أسعده ومن العمر أربده ومن الوقت أتمه ومن الدنيا عمه. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وأدخلنا قبورنا على لا إله إلا الله ونجنا من النار بلا إله إلا الله وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والإسلام والسلام والراحة في الأبدان والأوطان والأديان يا رب العالمين. ربنا زدنا شكرا وهدى وعزازا وغنى وثبتنا وأجدنا وصلتنا موصولا لنا يا رب العالمين. ونستمع للأسئلة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم سبحانه وتعالى يدي في خير الجزاء وإن لنا حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا. الأسئلة كثيرة نقدر على بعض الأسئلة. السؤال الأول سائل يسأل يقول أب لا يمر عليه يوم واحد حتى يعمل جده وأولاده كما أنه لا يصيب رحمه
فإذا مسح فماذا في غيه وتركه وتكمله؟ أرجو من شيخنا التوجيه في هذا. الحمد لله. أولا قبل أن نجيب عن السؤال أسأل الله يهدي هذا الأب وكل ضال من ضلال المسلمين وأن يرده إليه ردا جميلا, فإن الله يتوب على من تاب والهداية بيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ليعلم هذا الأب أن اللعنة من كبائر الذنوب, والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة, ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء, فحذاري حذاري من اللعنة فإن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد يلعن الولد الصادق ساعة استجابة من الله لا يسأل فيها شيء إلا أعطاه, فيلعن ولده فيطرد الله هذا الولد من رحمته أبد الآبدين, أو يلعن زوجته فيطردها الله من رحمته أبد الآبدين. مر عليه الصلاة والسلام وفي غزوة مع الجيش ومع الله مع ناقة, فقالت المرأة للناقة لعنك الله تلعن الناقة, قال صلى الله عليه وسلم خذي متاعتي من على الناقة واتركيها, اتركي الناقة اطلقيها فلا تصحبون بمشعوش. فكيف بالزوجة وكيف بالعن الأهل والأولاد؟ كيف بحل البركة في البيت؟ كيف يأتي حسن الخلق؟ كيف ينزل الله السكينة؟ كيف نرسى الرحمة؟ فيعلم الأب حذاري حذاري من اللعنة, ليس لك كفارة إلا التوبة. أما المرأة فلا تطرق للعنة, بعض الناس يتوهم أن تلها المرأة لا, مهما طلق مهما لعن هي لا تطرق, هي زوجة العذارة, لكن تنقص البركة ويحسن أكبر الذنوب ويغن الله السكينة في البيت ويدخل الشيطان والعياذ بالله. فأنا أوصيك أولا أن تجتنب اللعنة وأن تستغفر وأن تتصدق بصدقة على الله أن يكفر بها من سيئاتك, إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما قوله إنه يبقى أرحامه فلا إله إلا الله ما أعظم قطيعة الرحم, من أعظم الذنوب والخطايا. يقول سبحانه وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فوسيلة لك أن تشوف وأن تعود إلى أرحامك, ولو قطعوك أن تصلهم, ولو عادوك أن ترحمهم, ولو منعوك أن تعطيهم. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم قال يا رسول الله إن لي مرادة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويسعوني وأرحمهم ويهدونني. قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كمن تقول فلا يزال معك من الله بهير, يعني مسيح, وكأنما تسفهم الهجر أي كأنما تحرقهم بالرماد الحق. فوصية لك أن تصل رحمك وأن تعلم أنك سوف توقف أمام الله دافيا لازما مذكورا إن لم يتداركك الله بتوبة ورحمة منه. فضيلة الشيخ أحبك بالله, هذه البادرة الجيدة المتمثلة باستغلال مناسبات الزواج في إحياء ذكر الله والدعوة إليه, أرجو أن توضح لنا كيف يستطيع الزوج إحياء ليلة فرحه بمثل هذه الليلة المباركة, خصوصا إذا عرف أنه لا يتيسر لكل شخص أن يجد طلاب العلم من دار الله المباركة. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه, وهذه ليلة مباركة بإذن الله, ولو لم يكن لصاحب هذا الزواج الا وجود مثل هؤلاء الناس, لانهم صفوه المجتمع الذي حضر اليها صفوه الناس, لان لا يعرف على مدارس الخير الا صفوه الناس. اما مدارس الشيطان فحجاره الناس يحضرونها, راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تاركا اقبلوا به يقطعونه, ووراه قوم من الناس يصرفون على التارك. قال عمر قبح الله هذه الوجوه لا ترى الا في الشر, لان وجوه الخير تجتمع في مجالس الذكر. فخوفة لهذا المتزوج أن يستضيف هؤلاء الأخيار أهل الصلوات الخمس, أهل الصدق مع الله, أهل اتباع السنة, أهل الخير والفضل, فوجودهم ودعوتهم له تعادل الدنيا وما فيها. يوم ندعو نحن ويقول الناس آمين تعادل الدنيا وما فيها. فليعرف الإنسان لأن الملائكة تحف مجالس الذكر وتحضر والسكينة والرحمة ترتاح والله يذكر فيما عنده, فهي من أعظم الفرق. هذا نموذج من الزواج الحي الإسلامي, لكن الزواج الجاهلي لا يذكر فيه اسم الله. الشياطين والرياضين والفتاهين والراقصين والمهرجين والمرائين والمطبلين والمدمرين وجند الإبليس والتابعين وتابع التابعين, هذا جود قد علم كل أناس مشربهم. فمشرب أهل الخير مجالس الخير قال الله وقال الرسول, ومجالس أهل الشر قال الشيطان وقال فلان ورد عليه حلال. ويحصل بالإنسان يستدعي طلبة العلم وهم متواجدون في كل مكان, منذ المعاهد العلمية الثانويات المتوسطات هيئات الأمر الدعوة القضاة
كتبة العدل كلهم فيهم خير يجمع مجموعة من الناس يتحدثون بكلام طيب، ولا يشترط أن يحب المكرهون وأن يرفع المحاضر صوته وأن يهد يديه الثنتين، ما يشترط، بل إذا حضر في المجلس يتكلم هذا بكلمة طيبة وهذا بحديث وهذا بآية، لأن الناس لا تغلق أفواههم، لا تقرأ ألسنتهم، لا بد أن يتحدثوا، إما ترك المجلس بخير وإلا يأتي الشيطان يصله بسوق. السوق مناهضة منها ولي الرحمن وينهى بالشيطان، إما تكلموا بقال الله وإلا تكلموا بالغيبة ونميمة وذوء وبهتان واستهزاء ومزح ساخن رخيص يغضب المولى تبارك وتعالى. وإذا استطاع ذاك أن يجمع من هؤلاء الإخوان فطيب وحسن، وفكرة كذلك أخذ الكتيبات الإسلامية وتوزيعها والأشرطة الإسلامية وإهدارها إلى الحزبة والوفود من أحسن ما يكون، لأنها أصبحت وسيلة للدعوة وتبريغها لبيوت المسلمين. لكن يذهب كثير من القبائل يعيبون على المرأة إذا أخذت ميراثها من عند أهلها ويقطعونها شر التوجيه. من يفعل ذلك قطع الله حبله، لأنه عارض الكتاب والسنة. الله عز وجل كتب لها في القرآن ميراث امرأة مغلوبة لها حق من ذكر مثل حظ الأنثيين. اللهم فافتح السماوات، حتى يقول بعض العلماء أظن ابن عباس أو مجاهد يقول إن الله لم يدرك تقسيم الفرائض لأحد من الناس، بل قسم الفرائض لنفسه تبارك وتعالى. الله من فوق سبع سماوات والذي قسم المواريث لذلك السدس لهذا الثمر لهذا النصف لهذا الثلثين. فيأتي الناس يقول الحديث أن تذهب المرأة إلى آل فلان من أهلها تأخذ حقها. سبحان الله، يحرمون حقها من أبيها. هذا من الجاهلية، أفحكم الجاهلية يقول، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من يفعل ذلك فقد حارب الله وقد حارب شريعة الله. وليس بعيب على المرأة أن تذهب إلى إخوانها إذا احتاجت، ينبغي أن تنظر إلى مذهب الجاهلية. ألا لو أخذنا بكلام بمبدأ القبائل وقلنا ما يجوز، أو عيب على المرأة أن تأخذ حقها من أهلها؟ هل كل النساء تجد ولد أو تجد زوج؟ كثير من النساء يرميها ولدها، بل والله يوصف بالحال. وقد رأينا قضية أن بعض الأبناء ضرب أمه سبع مرات حتى تدخل الأمن ورجال الشرطة وسحبوا هذا الابن الزاني وضربوه في المدرسات لأنه بلغ إلى هذا المستوى. ووجد من الأزواج من إذا بلغت زوجته أن تصبح عجوز وأصبحت مسألته شهوانية كأنه يعني شريعة الغابة والبهائم، ما أصبح له بحاجة طلقها، أصبحت عجوز وأحرمها من الله. فتذهب لا تجد أهل، إذا ذهبت تطلب الدرس من أهلها ومن أخوانها، قال لكل واحد من لديك ومزرعة ومالك في الحج، فلن تذهب. سبحان الله، هذه شريعة ما تتابع على حتى الأمم، حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى، للمرأة أشياء محددة. فحذاري حذاري، والحمد لله هذه الظاهرة بدأت تخف وتقل، لأن الناس صحوا أصبح عندهم وصف وأصبح فيهم عقلاء وأصبح فيهم عودة إلى الله، والذي يخالف هذا ففيه سفر، ونسأل الله أن يهديه صراط السبيل. كثيرا ما يحضر أبناء المنطقة مثل هذه المحاضرة، فتراهم قلوبا خاشعة وآذانا مصاغية، ولكن حين مغادرتهم بالمحاضرة تراهم يعودون إلى غيهم وحسدهم وتجادلهم على ما شيء ما لا تطول لهم. لا شك أن من يحضر المحاضرة ويسمع الذكر وينزع وتحس به الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة يكون قلبه قريب من الله، لكن إذا خرج يتعرض له شياطين الإنس والجن، نظره يرقى وأذنه ولسانه فلا شك أنه يتغير القلب بلا شك. يقول أحد الصحابة اسمه حنظلة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة يا رسول الله، قال ولم؟ قال نكون معك تتحدثنا عن اليوم الآخر فنرى الجنة والنار كأنها رأي الحج، فإذا حجنا لعبنا ونسينا وغفلنا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لو كنتم كما تقولن عندي وفي حلة الذكر لصافحتكم الملائكة في السكر، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ووصية له إذا انصرفت أن تربي نفسك تربية إسلامية، وأن تجتنب المعاصي، وأن تتوب إلى الله، وأن تعرف من تجالس، وأن تسد عن أذنك الناصية، وعن عينك التطلع إلى عورات المسلمين والنظر الذي حرمه الله، وعن لسانك ما يضرب الله عز وجل. هذا هو الخير، وهذا مفهوم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فضيلة الشيخ، نرجو التكرم بالتحدث عن الحجاب عما أن كثيرا منا يعملون في الزراعة والأعمال الزراعية.
له فيه في هذا الموضوع فسبق نماذج من الحديث فيه مجيب مناسبات والوقت معنا مختصر. انما اقول الحجاب الاسلامي هي ان تغطي المراه ما ظهر من زينتها واعظمها الوجه والكفين والكفان. لازم يقول بعض الناس ليس الوجه والكفان من الزينه ولا ان تفرد الوجه والكفان فقط. الوجه والكفان لا بد ان تسترهما ولا بد ان تكون محتشمه وظاهره موجوده في بعض القرى ان المراه تطل على حماها اخو زوجها وقريب زوجها وهذا محرم في الشريعه. قال عليه الصلاه والسلام قد سئل عن الحمو قال الحمو المسلم. الحمو المسلم لا يجوز لاخو الزوج ان يطل على زوجة اخيه. وبعض القرابة يخرجون في رحلة الأولادة فيجلس الأجانب والأجنبيات يتصاحبون ويسمرون ويمزحون هذا خطأ ومحرم. لا المرأة تبقى محتشمة والمحارم لها سبعة في حساب العز وجل ليس لها غير ذلك. يا ابن ابن قال يسلم عليه الصلاة الخطأ ابن عمي فلان قريبي فلان عمي فلان أبي فلان جدي هذا محرم. لا المحارم في الشريعة معروفة. ثم أقول أما ما ذكر الأخ من المزارع فلا بأس المرأة إذا خرجت المزرعة وكان الأجانب بعيدون أن تكشف عن وجهها لتحصل ولتعارض زوجها على أن ينادي بتخفيف المؤونة على المرأة لأن وجد الضرر على النساء ضرر في البيت وضرر في المزرعة وكلف أكثر من طاقته والمرأة ضعيفة تعاني الحمل والولادة والرضاعة والغسل والطبخ والكلف والقيام على سور البيت ثم تحول كذلك إلى عاملة في المزرعة حقل مشقة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فإذا نزلت المرأة فلا بأس أن تعامل زوجها وتكشف عن وجهها لترى وتبصر. أما تبقى متحجبة وتستر ما تستطيع بشرط أن يكون الأجانب بعيدون عنها. أما إذا اقترب أجنبي أو رأت إنسان لدى المطريق فلها أن تبصر وجهها هذا إن شاء الله والأقرب في السنة. يقول هنا إعلان نجم من الحضور ينجم منكم من الحضور لحد افتتاح المركز الطيبي في مدارس أدم الصبراني والأستاذ قطاع صرف نهر بعد صلاة العصر وفي نفس اليوم ندوة للشيخ عوض القرني بعد صلاة المغرب في نفس المكان. ويتقدم صاحب الوليمة باعتبار قضية الشيخ سيد النسبي لأنه كان مضطر أن يحضر هذه الليلة ولكن حضر لنا حابس حبسا ونسأل الله أن يكون خيرا ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.